الحقيقة التحدي مازال موجود وقائم. إذا كنا بنتكلم على النصر حققته الدولة المصرية في أكتوبر 73، لكن إحنا كل يوم بنحقق نصر جديد في إنك تنمي وتعمر وإن البلد دي تفضل دايما بإذنك يا رب قوية بكل تفاصيلها وفي كل ملفاتها. لما نتكلم على التنمية والشغل اللي حصل على الأرض، خلينا نتكلم في قطاع مهم جدا، يمكن ده محل خبرنا النهاردة، قطاع الطاقة بشكل عام والكهرباء والطاقة الجديدة متجددة وتنويع مصادر الطاقة. وفكر حضراتكم وقت كنا بنعاني فيه من انقطاعات كهرباء ونتكلم عن تخفيف أحمال، دلوقتي طبعا المسألة اختلفت تماما، بقى عندنا ملاءة في هذا القطاع وبقى عندنا كمان مشاريع طموحة وعملاقة وتحولت مصر لمركز إقليمي لنقل الطاقة. وبنتكلم بقى هنا عربيا وإفريقيا وأوروبيا كمان، ومشاريع الربط الكهربائي العملاقة اللي بتتم دلوقتي على الأرض. ليه بقول الكلام ده لحضراتكم؟ لأن النهاردة الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية تم التعاقد على مشروع الربط الكهربائي ما بين المملكة العربية السعودية والدولة المصرية. نعرف التفاصيل بشكل مباشر من المسؤول الأول طبعا عن هذا الملف، سيادة الوزير دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. مساء الخير يا سيادة الوزير وألف مبروك يا فندم. مساء النور يا فندم، ومتشكرين جدا ومتشكرين ومبروك على مصر وعلى السعوديه وعلى العالم العربي كله. احنا اللي بنشكر حضرتك على الجهد وعلى ان احنا كنا فين وبقينا فين في الملف ده. فالنهارده بنتكلم على نقله من ضمن محطات كتيره الحمد لله اشتغلنا عليها. كلمنا عن تفاصيل المشروع النهارده او الاتفاقيه اللي تم توقيعها واهميتها يا سياده الوزير. لا، هي اللي تم توقيع دلوقتي عقود تنفيذ مع المقاولين على فكره، يعني يعني لازال خرجنا من مجال موضع تنفيذ خلاص. خلاص، ويعتبر اليوم النهارده هو اول يوم في التنفيذ. ان شاء الله بعد 36 شهر من النهارده تنتهي المرحله الاولى، وبعد كده في شهر 52 تنتهي المرحله الثانيه ان شاء الله. هو حضرتك عارفه في منظومه، هي مش حتى برضه دراسات قامت عن طريق الدول وجامعة الدول العربية، ان احنا نعمل ربط كهربي على جميع الدول العربية لانه له فوائد كثيرة جدا. يمكن مش هخش في تفاصيلها النواحي الفنية في الوقت الحالي، لكن ارجع اقول لسيادتك انه في منظومة فعلا موجودة، واحنا حاليا مصر مربوطة حاليا مع الاردن، ومربوطة مع ربط كهربي مع ليبيا، وربط كهربي مع السودان. المشروع اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ده مشروع كبير جدا، هو الربط ما بين شبكه الكهرباء في المملكه العربيه السعوديه وشبكه الكهرباء في جمهوريه مصر العربيه، بخط ربط يقدر يصل الى 3000 ميجا. ده رقم كبير جدا. ليه بقى؟ لان لو تشوفي شبكه ربطنا حاليا مع الاردن، احنا بنتكلم على حوالي 450 ميجا تقريبا قدرات الخط. مع احنا بندي يمكن الكهرباء لليبيا بدنا في حدود 150 160 170، بنتكلم تاني بقى 3000. بنتكلم على السودان، احنا الخط مصمم على انه يقدر يشيل لغايه حوالي 300 ميجا، هو في الوقت الحالي بيشتغل على 80، لكن في بعض معدات اضافيه بتتحط في الشبكه السودانيه، والمعدات دي تحت التصنيع دلوقتي في الشركات الكبرى العالميه. لما تحط ان شاء الله في الشبكه نستطيع بنفس الخط نقدر نرفع القدرات لغايه 300 ميجا. فمعنى انا حطيت الارقام ديت عشان تقدر تدي لسيادتك فكره قد ايه الرقم حجم الطاقه المتبادله دلوقتي مع المملكه. بالظبط كده. هو طبعا لا زال النهارده اللي كان توقيع العقود، لان تم عمل مناقصات وتدخل فيها شركات عالميه كبيره، ورست بعد كده على مجموعه من الشركات للتنفيذ، لانه الخط ده بيتكون من محطات تحويل، بيتكون خطوط جهد فائق على مستوى 500 كيلو فولت زائد او ناقص تيار يعني مستمر، في خط سب مارين كيبل يعني اللي هو خط بحري يعني كابل بحري بيربط، فهي مجموعة من الأشياء. القيمة بتاعت المشروع حوالي 1.8 مليار دولار. الحمد لله يمكن تمويل هذا الأمر كله الحمد لله بيتم عن طريق صناديق تمويل عربية، يعني فيها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي اللي هم قاموا بهذا التمويل. نصيب يعني حصه مصر من هذا الامر بتتكلم حوالي 550 مليون دولار، الباقي يمكن مليار وربع الى السعوديه، لان الخط على حسب المكونات اللي فيه، فكل واحد بيدفع الجزء اللي موجود في موقعه، لكن كل الخط بينقل 3000 ميجا ما بين الطرفين ان شاء الله. هي طبعا الحمد لله يعني احنا بقالنا فتره او طويله في المباحثات لهذا الامر، لغايه ما الحمد لله ربنا كلل هذه المباحثات بالنجاح، و النهارده تم توقيع العقود
فيرتشوال اللي هو عن طريق الارسال التلفزيوني، جزء في السعوديه وجزء في مصر الحمد لله، ويعني احنا سعداء. وعلى فكره برضو الدولتين دول فيهم اكبر قدرات بتقدر تولدها، يعني القدرات اللي بتتولد من الدولتين المملكه العربيه السعوديه ومن جمهوريه مصر العربيه بتصل الى حوالي 140-150 ميجا، يعني يمكن تمثل يعني زي ما قيل ليا حوالي 35-37% من قيمه التوليد اللي موجود في كل الدول الاخرى. المواطن العادي المشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي يا سيادة الوزير، يعني يقول لك ايه الربط الكهربي ومردوده ايه وفايدته ليه، وليه مصر بتتوسع فيه مع اشقائها، وكمان التوجه برضو افريقيا واوروبيا ليه؟ شوف حضرتك احنا بننظر برضه للربط الدول دي كده، احنا بننظر ايضا للربط مع اوروبا. ليه؟ لانه يعني بيسبب لنا ايضا لما يكون عندنا طاقات كهربيه نقدر نولدها اكثر من احتياجنا نقدر نبيع هذا الكلام. الخط اللي موجود في الوقت الحالي ده بيننا وبين السعوديه هو بيعتبر رايي الشخصي ركيزه اساسيه في منظومه الربط العربي بقى كده. العربي هو الخط يعني العربي كلهم لسه مش مربوطين الربط الكامل، لكن احنا بنستخدمه في الوقت الحالي في عمليه نوع من تبادل الطاقه. اقول لحضرتك مثلا وقت الذروه احنا بيبقى هو اكبر استهلاك للطاقه الكهربائيه، فلو سيادتك وقت الذروه في المملكه العربيه السعوديه مختلف عننا عننا بالظبط كده، فنستطيع ان احنا ده يبقى تشغيل اقتصادي امثل للشبكات، ان لما يكون عندنا احتياج وقت الذروه نقدر ناخد جزء من المملكه العربيه السعوديه بدل ما نشغل معدات جديده في وعندنا طبعا القدرات تقدر تشغلها. نفس الامر بالنسبه للجانب في المملكه العربيه السعوديه. التبادل ده هو بيقدر يخلي يعني اقتصاديات التشغيل افضل قوي، فيقدر ده يساهم ايضا حتى في ان احنا نقدر نولد كهرباء بسعر يعني اقتصادي اكتر من لو احنا شغلنا المكن القائد. فهي دي احد الحاجات الاساسيه، له فوائد كثيره كمان. لان اقول لسيادتك حاجه، اتفضل. كل ما بنحب ندخل طاقات متجدده كبيره لابد الشبكه تبقى قويه قوي، ما اقدرش مثلا يكون عندي شبكه ادخل نصها نص قدرتها من الطاقه المتجدده. فنيا بيبقى في نوع من الصعوبه، وده ليه؟ لان الطاقات المتجدده طاقات لا يمكن التحكم فيها. عندك طاقه شمسيه في الوقت اللي الشمس حصل غمام يعني كلاود ولا حاجه او يعني سحاب ولا اي حاجه، حصل انه الشمس مش بنفس القوه واصله للخلايا الضوئيه مش هتولد، وهي طاقه مكلفه كمان من الشمس، من الطاقه الشمسيه. لا والله احنا وصلنا كمان لاسعار دلوقتي يعني حضرتك فكره حاليا اسعار منافسه جدا. فيعني هي لها فوائد اقتصاديه كثيره وفوائد في التشغيل الاقتصادي للشبكه ده بالتاكيد. ايضا بيخلينا لما نيجي نعمل شبكاتنا بنعتمد بدل ما نحط فيه وحدات احتياطيه اكتر وندفع ثمنها وما بنشغلهاش الا في وقت الحاجه، لا احنا لما نيجي نعمل الكلام ده ممكن ناخد يبقى الواحد في قدرات احتياطي للشبكه الاخرى. انا بحاول ابسط الامور قوي في النواحي الفنيه عشان برضو المواطن العادي يبقى يعرف المقصود بيها ايه، لكن هو من الناحيه الاقتصاديه له فوائد كثيره جدا ان شاء الله. طيب هنا اتكلمنا عن المملكه العربيه السعوديه وحضرتك قلت هتكون نواه يعني للربط العربي. توجهنا لا في 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 لا في ربط خليجي، يعني قصدي في شبكات مختلفه، بس انا قصدي بتكلم في الربط العربي المتكامل. يعني النهارده احنا لما وصلنا كده يبقى زي ما بقول لحضرتك ربطنا ايضا مع السعوديه ومن السعوديه للربط الخليجي ومنها الى اسيا، يعني شوف حضرتك يبقى ايه يعني الموضوع لبعض حاجه رهيبه، فدي حاجه كبيره جدا بصراحه. طيب مش بس كده، اوروبا قبرص كبرضو خطوة مهمة للتوسع والربط مع القارة الأوروبية أو دول أوروبا. كلام حضرتك مظبوط. لا واحنا حاليا في مناقشات في مرحلة اللي هي مذكرات التفاهم لعمل دراسات للربط مع قبرص ومع اليونان. بربط بيتم عن طريق كابلات بحرية، يعني حاجة متخصصة زي ما احنا برضه رابطين، يعني احنا رابطين بكابلات بحريه واصله بين الشط من ناحيه جمهوريه مصر العربيه والشط من ناحيه المملكه العربيه السعوديه. احنا بنتكلم جديا في هذا الامر يعني مع يعني الشركات شبكات الكهرباء ووزراء الكهرباء في كل من قبرص واليونان، ويمكن احنا يمكن الاسبوع القادم ولا حاجه يبقى في زياره من
مني الى زملائي في الدولتين دول، بحيث ان احنا برضو بنطور الامر بحيث بنقف خطوات جديه للدراسه والتنفيذ بعد كده ان شاء الله. احنا عندنا بعد كده بتربطنا الى اوروبا كمان. ما انا بتكلم على اوروبا، لان يعني اوروبا دلوقتي في مشاكل طاقه والغاز والكلام ده كله، يعني تواجدنا برضو مهم ومطلوب في الوقت الحالي. هي في برضو في ميزه، احنا عندنا قدرات هائله لتوليد، او يعني امكانيات هائله متاسف لتوليد الطاقه من الطاقات المتجدده. احنا يعني لو حضرتك تتخيلي يعني في مساحات مخصصه دلوقتي لانشاء محطات طاقه متجدده، سواء كانت محطات رياح او طاقه شمسيه، تقدر تقلل كهرباء لقدره 90,000 ميجا وات. يعني لا ده رقم هائل يعني. خاص. طبعا هي كلها مش مستغله، احنا في الوقت الحالي يمكن عندنا 6,000 وشويه، لكن بيسامننا ان شاء الله في خلال سنتين الرقم ده هيتزايد، لان في محطات طاقه شمسيه تحت الانشاء. يعني بنطمح ان في خلال سنه 2023 على اخرها كده ان شاء الله يمكن تبقى القدرات اللي مركبه عندنا في الشبكه من الطاقه المتجدده تصل تقريبا الى 10,000 ميجا وات يعني. طيب. ده منها على فكره برضو داخل فيها القدرات بتاعت السد العالي وخزان اسوان 1 و2، لانه الطاقه المتجدده هي طاقه كهربائيه وايضا طاقه من الرياح وايضا من الطاقه الشمسيه. طيب احنا هنا اتكلمنا على الدول العربيه، اتكلمنا على اوروبا، نتكلم على القاره الافريقيه، اتكلمنا على انه في ربط مع السودان، برضو مشروعاتنا ايه بالنسبه لاشقائنا في افريقيا؟ احنا السودان وليبيا كمان، ما احنا اوريدي رابطين الاثنين. احنا بقى شطارتنا ازاي نكبر قدرات هذه الخطوط اللي مربوطه. يعني انا بقول لسيادتك ان يمكن مع اشقائنا في السودان احنا عاملين خط فعلا 220,000 فولت، ده يستطيع نقل لغايه قدره حوالي 300 ميجا، حاليا شغال على 80، لان في بعض المعدات بنحطها في الشبكه يتم وضعها في الشبكه السودانيه، هي في التصنيع في الوقت الحالي عشان تتوائم الشبكتين مع بعض. لما ينتهي وتدخل في الشبكه نستطيع بنفس الخط اللي موجود نقدر نرفع القدرات لغايه 300 ميجا. احنا طبعا املنا لاكثر من كده، يعني نوصل ان شاء الله الى نوصل بالربط على مستوى ال 500,000 فولت، فنقدر نزود القدرات الى برضو الاف الميجا، ومنها حتى السودان، ومنها الى باقي الدول الافريقيه، لانه برضو من المتوقع ان شاء الله ان يبقى في ربط كهربي على مستوى القاره الافريقيه باذن الله. طيب احنا كده ما شاء الله يعني بنمتد خارج حدودنا زي ما شرحنا، في الداخل قادرين ان احنا نكفي احتياجاتنا مع تنمية، مع مشاريع، مع تصنيع، مع شبكة طرق ووسائل نقل حديثة وذكية. لا تمام يا فندم. اطمن سيادتك. لا واقول لحضرتك يعني قطارات كهربائية يعني كلها كده عندنا الحمد لله الطاقة موجودة. فكلمنا على المحور ده. اتفضل يا سياده الوزير. احنا داخلين في منظومه كبيره لعمل السيارات الكهربائيه اللي بتعمل بالكهرباء، والسيارات ديت محتاجه الى شحن، يعني قصدي برضه بيبقى دفشة. شوفي حضرتك احنا عندنا في الشبكه حاليا القدرات الاسميه المركبه في الشبكه. يعني ايه قدرات اسميه؟ يعني لو جمعتي الاسم يعني قدره كل معده كما هو بيسموها النيم بليت، زي ما هو مكتوب على التكت اللي عليها، جمعتهم على بعض يوصل القدرات اللي عندنا حوالي تقريبا يمكن 56,000 ميجا وات. القدرات المتاحه الفعليه، لان طبعا في بعض منها بيبقى متقدم، بيبقى قدرته بتطلع اقل شويه من كذا، في بعض منها بيبقى خارج في الصيانه وخلافه، وده شيء طبيعي. فالقدرات المتاحه الحقيقيه بتصل ل 47 او 48,000 ميجا وات. أكبر قدرة احنا غزيناها في الصيف الماضي كان 34,800، يعني معناها شوف حضرتك في عند حضرتك يعني قفزة سبير كاباستي كبيرة، يعني احتياطي آمن كبير. احنا نستطيع بالربط أيضا إن احنا نصدر هذا الكلام إلى الدول الجوار، وأيضا ينفع زي ما قلنا مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، ينفع في تبادل الطاقة وفي وقت اختلاف الذروات. فالكل يستفيد. وكل ما بتكبري القدرات بتاع الشبكه تقدر تمكنك ذلك من انك تكبري قدرات الطاقه المتجدده اكثر، فيعني ده برضو احد المردود بتاع الطاقات الجيده اللي موجوده عندنا ان شاء الله. طيب اذا كنا بنتكلم على الجديد والحديث والمستقبل، نشوف اهالينا والمشروع القومي لحياه كريمه تطوير قرى الريف المصري، وعارفه ان كل وزاره بملفها موجوده في المشروع المهم ده كله. فكلمني بقى عن وزاره الكهرباء والقرى والاماكن اللي هي كانت برضو نوعا ما
الخدمة فيها ما كانتش بالشكل المطلوب، فيعني أكيد ما دام احنا عندنا الملاءة دي، أنا عارفة إن وزارة الكهرباء شغالة في كل الملفات. اتفضل يا فندم. شوفي حضرتك، هقول لك باختصار سريع وأنا متأسف أنا أخدت وقت طويل في لا العفو، ده أنت مشرفنا حضرتك يا فندم. الله يخليك. احنا دلوقتي حضرتك عارفة المنظومة الكهربية مكونة من ثلاث أمور رئيسية: إنتاج طاقة كهربية، وبعدين نقل طاقة كهربية، وبعدين توزيع طاقة كهربية. الانتاج اللي هي المحطات اللي بنعملها، انا اقدر اقول لحضرتك وانا مطمن وبتكلم هنا كمتخصص فني مش وزير كهرباء، يعني بقول لحضرتك راجل متخصص فعلا. احنا نقدر نقول وصلنا الى 100% من الكفاءه في انتاج الطاقه الكهربائيه حقيقه وبلا نزاع. بالنسبه لنقل الطاقه الكهربائيه زي خطوط الجهد الفائق اللي حضرتك بتشوفيها، اللي بتبقى ابراج كبيره وخطوط فيها وكلام من ده، ديت اللي هي بتبعت الكهرباء على مستوى ال 500000 فولت او ال 220000 فولت او 96000 فولت. انا اقدر اقول لك بامان لان حصل في امتداد هائل في هذه الشبكات في خلال الفتره السبع سنوات 2014 حتى الان. مش عايز اقول لك ان شبكه ال 500000 فولت بس اللي هي ده اعلى جهد موجود عندنا، ما تم اضافته للشبكه حوالي مره ونص قد اللي كان موجود، يعني اللي عملناه في اربع خمس سنوات كان مره ونص قد اللي اتعمل في 60 سنه السابقه. تصوري حضرتك، فطبعا اقدر اقول لك بامانه برضو مره ونص اكتر من اللي اتعمل في 60 سنه. ايوه بالظبط، مره ونص قد اللي عملناه في 60 سنه، يعني اضافه للي كان معمول قبل كده. فانا اقدر اقول يعني باخلاص انه احنا مستوانا في الشبكات يعني وصلنا اولموست ل 97-98%. ايضا اللي بيحصل النهارده ما بتبقى في عندنا حاجه متقدمه، ده عشان كده بنحط النسبه اللي هي بتاعت 1 أو 2%. التحدي الحقيقي اللي عندنا هو في شبكات التوزيع، لان شبكات ايه يا فندم؟ التوزيع، توزيع الطاقه اللي هي بتتعامل بيها شركات التوزيع اللي عندها 9 شركات، ودي بتبعت الجهد على مستوى ال 22000 فولت او ال 11000 او المستوى الجهد المنخفض اللي احنا بندخله البيت عندنا 380 يا 220. احنا فعلا في يعني شغل كتير اتعمل، لكن لا زال في شغل اكتر بقى. الشغل كتير اتعمل، انا بقول لحضرتك في الاربع سنوات الماضيه مقدار الاستثمارات اللي حطيناها في هذه الشبكات شبكات التوزيع وصلت تقريبا الى حوالي 36 مليار جنيه. لا زال يعني احنا لما اتكلمنا، فطبعا حصل تحسين كبير في اماكن مختلفه، لكن لا زال هناك معاناه برضه، لانه المقصود بيه ان في شبكات قديمه، في شبكات ماشيه مسافات طويله، يعني في امور فنيه لابد تتصلح. حياه كريمه اللي سياده الرئيس يعني حاطط لها مده لثلاث سنوات بتعالج جزء كبير قوي من هذه المشكله، لانه كل معظم الحاجات دي كلها رايحه في القرى وخلافه، وتلاقي حضرتك محولات ناس زادت معدلات استهلاكها، المحولات كانت ما كبرتش معاها، فبتتاثر الفولت اللي بيوصل لها مش مظبوط تماما، يعني فعلا انا بعترف وبقول من الناحيه الحقيقيه ان هناك بعض المشاكل فيها فعلا. حياه كريمه بقى يعني احنا مقدرين تقريبا لما يصرف على مقدار التحسين في شبكات الكهرباء في الجهد المتوسط فقط والمنخفض اللي هي شبكات التوزيع يتراوح ما بين 60 الى 70 مليار جنيه، يعني ده ارقام كبيره، يعني 60 ل 70 مليار جنيه مخصصه من الكهرباء لقرى حياه كريم، مخصصه بالظبط، مخصصه لرفع كفاءه شبكات التوزيع. فطبعا ده هيعمل نقله نوعيه كبيره جدا. احنا نتمنى ان شاء الله ان نستطيع ايضا ان يعني نتواكب مع كل جديد في هذا الامر، ونقدر نجدد الشبكات، نقدر بعد كده نرفع من كفاءه الشبكه، ونقدر يبقى بندي كهرباء مستقره، ما فيش حد بيشتكي من الفولت قليل، ان النور ضعيف، ان اي قدرات وعوزه بيلاقيها. بس طبعا هقول لحضرتك يعني الشغل ما كناش نقدر كمان نصلح شبكات المتوسط واحنا كان عندنا عيوب في الحاجه الاخرى. ايضا من ضمن الاصلاح الهائل اللي بيتم، احنا حاطين التصور لانشاء حوالي 47 مركز تحكم في شبكات توزيع، يعني حاليا ما كانش عندنا ولا مركز، حاطين كده. ومش عايز اقول لحضرتك مؤخرا من حوالي اسبوع تقريبا احنا شهدت اول تجارب تشغيل اول مركز منهم، اللي تستطيعي حضرتك تراقبي الشبكه من مركز التحكم، مش لازم حتى يروح لغايه هناك، وبالتالي يعني لها فوائد كثيره برضه، مش عاوزه تفاصيل لان انا متاسف اذا كنت اخذت وقت طويل يا فندم. ده احنا اللي بنستغل وجود حضرتك معانا ان احنا نتكلم عن ملف من اهم الملفات اللي شفنا فيه طفره وشغل مهم وكبير قوي، والحقيقه ده بيتبادل للذهن اللي هو ما عملناش الكلام ده ليه؟ ليه ما كانش عندنا زي حضرتك ولا مركز؟ دلوقتي بنتكلم في ارقام، يعني
لا شوف حضرتك، هي المراكز ده نوع من التطور قوي. يعني انا مش عاوز اقول لك ان كل الناس عندها هذا الكلام، لكن احنا عاوزين نصل بشبكتنا الى اعلى، يعني تبقى اعلى درجات الكفاءه وحسن الاداء. الحمد لله. الله يعني ماشيين في هذا الامر. طيب مع الشغل ده يا سياده الوزير، وسؤال اخير اللي هو يعني بنعمل وبنزود وبنوصل لكل حته في بلدنا وبنطلع بره، لكن في نفس الوقت كمان اكيد في تحدي. يمكن سمعنا حضرتك من يومين بتتكلم على موضوع برضو حق الدوله وسرقه التيار الكهربي وتجديد بقى العقوبه على اللي بيقوم بالفعل ده. كلمني حضرتك عن يعني حجم المشكله دي ومواجهته، مواجهتها. شوفي، في حجم يعني مش قليل، ما اضحكش على سيادتك. احنا طبعا في ضبطيات قضائيه، في شرطه الكهرباء بتساعدنا جدا، لكن طبعا احنا بنهيب الناس نفسها، لانه برضو السرقه في ذاتها حرام. يعني انا مش قادر اتخيل انه حد يسرق حاجه ويستحل هذا الامر. بناخد اجراءات كثيره لهذا الامر، من ضمنها ايضا يعني اقول لحضرتك وجود العدادات البري بايد اللي هي مسبوقه الدفع، والعدادات الذكيه، وبنحط برضو منظومه ان احنا هيبقى نحط عدادات تقدر تراقب اماكن محدده، بحيث تقدر تقول المنطقه دي تخلى طاقه قريبه مقدارها كذا. لما تشوفي بقى مجموعه القراءات بتاعت العدادات الاخرى اللي متصله في المنطقه مختلفه عن كده، تعرفي ان المنطقه دي فيها نوع من السرقات موجوده. يعني قصدي احنا بنحاول يعني نحوكم هذا الامر، وان شاء الله. لكن ايضا انا بدعو الناس، يعني طبعا السرقه في ذاتها امر مشين يعني وحرام في هذا الامر يعني. بالمحاولة بتاعتنا وبالضبطيات القضائية وبالحوكمة في عملية المراقبة الإلكترونية، أعتقد إن شاء الله الحاجات دي تقل، وبرضه بالوعي بتاع الشعب المصري إنه ما هو لما بتسرق كهرباء وما بناخدش فلوسها، ما هي دي بتعجزنا في عمليات الإصلاح وعملية التجديد وعمليات التوسعات اللي موجودة في الشبكة. طيب هنا المشاهد برضو يقول لحضرتك ماشي، العدادات مسبوقة الدفع دي أنا بتحكم فيها وشايف الشغل وشايف أنا يعني بستهلك قد إيه، وبقدر إن أنا يعني أتحكم في استهلاكي. العدادات القديمة يا سيادة الوزير، ومعلش برضو المشكلة اللي هي الخاصة بالقراءات اللي هي التقديرية وما إلى آخره، وإن ده مش استهلاكي، ويمكن حضرتك كان ليك أكتر من تصريح إن هنراجع المسألة دي وهنضبط مسألة العدادين والكشافين، فكلمني برضو عن المشكلة دي وإيه اللي حصل فيها. لا والله يا فندم، احنا زودنا، احنا في شركه بتقوم بعمليه قراءه العدادات ونقلها الكترونيا لحظيا، حتى يعني بيصور العداد وبتتنقل صوره، والصوره بتتنقل الى مكانين لشركه التوزيع وتتنقل الى الكمبيوتر في وزاره الكهرباء، ولما حد بيشتكي بنراجع هذا الكلام. اذا كان في تجاوز من عندنا بنصلحه. مش هقول لحضرتك لا، يعني كده المواطن ياخد حقه والدوله تاخد حقها، ده بالتاكيد يا فندم. واحنا يعني ما فيش يعني لن تاخذنا العزه بالاسم صراحه، لا، لو في غلط عندنا احنا بنعترف بهذا الخطا. وبالتاكيد انا بقول لسيادتك ان شبكات التوزيع لا زال فيها رغبه يعني طلب على الاصلاح وتحسين مستوى الخدمه اللي موجود، يعني ما بننكرش هذا الكلام على الاطلاق. يعني يقول لحضرتك يعني برضو قراءه الاستخدام العدادات الذكيه في وسائل الكترونيه ايضا لمتابعه هذا الامر. وارجو ان شاء الله يعني برضو الدنيا تتحسن في هذا الامر، ما فيش شكاوي، لكن لو في شكوى احنا مستعدين نتلقاها ومستعدين ان احنا نراجعها، واذا كان في خطا ما عندنا بنصلح حضرتك. يا سياده الوزير بشكر حضرتك مره ثانيه، كل التحيه والتقدير، ودعائنا دايما للتوفيق، بالتوفيق لحضرتك والملف ده كله اللي شفنا فيه الحقيقه بعينينا ولامسين طبعا الشغل الجبار والمهول اللي حصل في قطاع الكهرباء. دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، شكرا يا سيادة الوزير. طيب خلونا بقى نتابع التقرير بخصوص توقيع الاتفاق وموضع او هيتحط موضع التنفيذ الربط الكهربائي ما بين مصر والمملكة العربية السعودية. بهدف استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. هذا الربط ليس هو الربط الأول.